شغف، حماس، تصميم وإرادة، هذه كانت أجواء مسابقة تحدي القراءة العربية التي خاضها طلابنا من جميع المحافظات خلال 8 أشهر الماضية، والتي أعلنت نتائجها بإشراف لجنة تحكيم إماراتية ضمن حفل فني ثقافي في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق. الحفل كان أكثر من رائع، جدا سعيدين بوجودنا هنا مشاركة الجمهورية السورية حفل إعلان بطل تحدي القراءة للدورة السادسة في سوريا، وسعيدين جدا بمشاركة سوريا للمرة الأولى في تحدي القراءة العربي اللي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف غرس ثقافة العلم والمعرفة وحب اللغة العربية لدى النشء ولدى الطلاب في المدارس. الحفل تضمن فقرات فنية وثقافية متنوعة تحمل لغة الضاد وحضارة سوريا العريقة من الماضي للمستقبل، واختتمت فعاليات هذا الحفل بتكريم الطلاب 10 الأوائل وأفضل المنسقين والمدارس المشاركة. هذه المبادرة مبادرة جميلة جدا، لقد دخلت شعوري، نمت أفكاري، صوبت أغلاطي. هذه مبادرة رائعة بل أكثر من رائعة. إن القراءة ليست فقط كلمة، إن الذين هذه كلمة معنى صحيح، هي كلمة صغيرة جدا ولكن معناها كبير جدا. وأيضا أريد أن أقول للجميع، للأناس الذين لا يقدرون الكتب، أن الكتب ليست أكواما من الورق بل هي كنوز ثمينة، ومستخرجيها هم القراء. فالقراءة ثمرة العبقريات، القراءة كل شيء في الحياة، هي شغف، إبحار وغوص في الماضي والحاضر لبناء المستقبل. خضنا تجربة ممتعة وسعيدة جدا بالنسبة لي، وأنا سعيد جدا. نحن اليوم قد تناولنا مختلف الأطباق الثقافية، نحن اليوم قد خضنا معتركا ثقافيا، نحن اليوم قد مثلنا موطننا سوريا، نحن اليوم أمل المستقبل. أسهل كلمتي بخاطرة عنوانها سوريا المجد. سورية أرض عربية طالها المجد، ترأسها قائد أبي إنه الأسد. أرض لا تعرف الخنوع ولا تضام، حماها جيش لا يعرف الاستسلام. إن هذه المبادرة رائعة وشديدة الروعة، الروعة من الخوف ورائعة من الجمال. إنها تحفزنا لكي نصل إلى ما نريد. وأنا أشكر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأنه أتاح لي ولجميع أبناء هذا الوطن العربي بأن يجدوا ذاتهم، بأن يجدوا أنفسهم ويتحدوا خوفهم وضعفهم. حصلت على المركز الثامن في مسابقة تحدي القراءة العربي. كان الفوز هدفي وجعلته ينساق إلي فبات جزءا مني، لا هدفا فقط. شاركت في هذا التحدي لأني أحب القراءة، ومع أني خسرت جولة ولكنني لم أخسر كل فرصي بأكملها. ولو خسرت اليوم فأنا غدا رابح، ففي هذه المسابقة لا يوجد خاسر بل رابحون وفائزون، رابحون بالمعلومات التي قد اكتسبناها من الكتب. وكما قال جدنا المتنبي، خير جليس في الأنام كتاب. مبادرة ثقافية أقامتها مؤسسة مبادرات الإماراتية على مستوى العالم العربي بهدف تشجيع القراءة وخلق روح المنافسة للفوز بكنز المعرفة، والتي أثبت طلابنا من خلالها أننا ماضون بطريق العلم وأن سوريا ستبقى مهد الحضارات.